مو متعلم، يقوم الصبح قبل لا يشرب الحليب لا يذبح واحد، والله اكبر الله اكبر الله اكبر يذبح. والله مشاهدنا نستعين من الله النواها، هو ماسك هذه يشق بطنها ويطلع ولدها بالسر، سر لا زال ما قطع سره، يطلعه ويذبح هي ويذبح الولد. هذا منو؟ هذا مسلم؟ هذا مسلم يا عبد الله بن عبد العزيز. شوف اللقطة، شوف الفيديو، أنت في آخر عمرك في آخر أيامك، شوف اللقطة هذه وتعرض علي. أنا أتكلم عن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أدعوك لرؤية هذا الفيديو وبعدين تكلم، وبعدين ارسل مالك الأزاز والثاني العبد. اعترفتوا فيه، سويتوا آدمي مدير المخابرات. أي مخابرات؟ أنتوا مخابرات، أنتوا مخابراتكم الموساد وأمريكا، أنتوا مالكم لازم أصلا. اللي يقول لي أنا أتعجب، يعني تستعجب وقالت المخابرات السعودية